حاط بالي في خناقة أساسا. أنا رايح وأخذ كم واحد من رجالي مشان شو؟ مشان نتصالح مع حالتكم، مشان كمان نحضر حفلة طهور ابنه لأبعامة. هذا كل ما هنالك، وإلا كنت أخذت رجالي كله. صخر، أنت ما كان لازم تأمن لأهل حارة القصر، شنو مو أول مرة بيغدروا فيك وبيعملوا معك هيك قصة؟ يعني بيك أنا طلعت ما بفهم وقت اللي قبلت الدعوة. حاشاك حاشاك يا أبو صخر، أنا ما قلت هيك، بس روحتك ما كانت منيحة، ما كان لازم تأمن لهم. قبل كان لازم يجوا كلهم فرد فرد لعندك لهم يصالحوك وبعدها بتروح. تشعل هالشغلي كذاب ملعون يا بيك. صراحة وقت اللي شال عندي هاد اللي اسمه أبو عامر على الحارة شفتها كبيرة كتير كتير، مشان هيك قبلت صالحه وقبلت روح على حفلة طهور ابنه. شي ليش مين أبو عامر لحتى تكون جيته كبيرة؟ ولو يا أبو صخر أنت كبير بتعرف الكبار وبتعرف الصغار. ما هو كبير حارتكو مو لحاله، في أنا، في أبو راتب، أبو جميل، أبو صافي، في المختار اللي أنت ما بطيقه وغيره وغيراته. هيك والنعم منك ومن المرحوم بيك، اما الناس التانيين اللي عديتوا انا ما شايفهم بنوب، وبيني وبينه انتار ليوم التار، انا ما راح انساهم. انا صراحه وقت اللي قبلت الصلحه مع حارتكم منشان شوفك واطمن عليك واسالك ايش كان مرحوم ابوك بقبره مرتاح ولا لحد هلا ما ارتاح، لحتى ما كشفت انت هدول الناس اللي وصلوا لحد المشتى بحارتكم. ابو عامر هو اللي وصل لحد المشتى. أبو عامر، أبو عامر لا تودع. إيه هو اللي تهمه زور يا باطي. بيك إذا كان حضرتك عرفته ليش سكت لحتى هلا؟ ياخ ليه ما أخذ بطلعك منه؟ شحني جاي لعندك حط إيدي بإيدك عليه على كل أهل الحارة وعلى المختار. على حيك على حيك يا بيك لعيونك على بحيي نباك، هاتوا لنا قهوة، هاتوا ملطمينك.